على الاستضافة. في البداية طبعاً الاستقرار السياسي يؤدي عادة إلى الازدهار. بمعنى أن الاقتصاد لا يتبع الديمقراطية، سواء كانت بالاتجاه المزيد من الديمقراطية أو نقصان الديمقراطية، بل يتبع الاستقرار، وإن كانت عادة الديمقراطية تؤدي إلى الاستقرار. فالمتوقع أن يكون في استقرار على الأقل في السنتين الأولتين لغاية الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا راح يكون لها تأثير انعكاس إيجابي أكيد على العقار والاستثمار في تركيا. طيب أستاذ سليمان، هل ستتأثر أسعار العقار والشقق بعد هذا الاستفتاء؟ طبعا المفروض يعني توقعنا وأملنا أنها تتأثر إيجابا. أولا التأثير الأول راح يكون مدفوع بتأثير الليرة أو سعر صرفها مقابل الدولار، اللي فعليا يعني من أول يوم بدأ في له تأثير، ومتوقع أنه يكون في له تأثير وإن كان محدود، لو على الأقل يعني يوقف انخفاضها بدل من استمرارها بالانخفاض ويكون في ارتفاع طفيف، فهذا أكيد راح يأثر على أسعار العقار. ومن ناحية أخرى هذا يعني استقرار الليرة سيشجع استثمارات جديدة سواء من داخل تركيا أو من خارجها، من ما ينعكس مرة ثانية على أسعار العقار. وهل سينعكس ذلك أيضا على العلاقة التجارية المشتركة بين تركيا والكويت؟ بلا شك، أنا أعتقد أن يعني زيارة سمو الأمير لتركيا الأخيرة كان لها دلالات واضحة، يعني يفترض أن يكون يزيد التعاون على المستوى الحكومي والتعاون بين الشركات الحكومية والجهات الرسمية، ولكن أيضا الاستثمار على مستوى الشركات والأفراد الكويتيين في تركيا ما يستهان فيه، والخبرات التركية في مجالات عدة من أهمها طبعا المقاولات، دخولهم على مشروع مطار الكويت الجديد الترمينال الجديد، يعني هذا كلها مؤشرات. لكن للأسف احنا الفترة اللي فاتت مرينا في خلينا نقول مطبات في العلاقة بالذات في موضوع العقار ما بين تركيا والكويت. صار في عدد من خلينا نقول من الصفقات اللي ما كانت 100% خلينا نقول نظيفة أو قانونية بشكل سليم، ما أثر على ثقة بعض الأفراد بالكويت في السوق التركي، واللي نأمل أن نتلافاها بالفترة القادمة. إذن سيؤثر هذا أيضا على الحركة السياحية في تركيا؟ بطبيعة الحال أنا يعني ما أملك معلومات كاملة، لكن هناك عشرات الآلاف من الشقق مملوكة للكويتيين في تركيا، أكيد أغلبها في إسطنبول، في مدينة كوشداتي في أكثر من مثلا 3000 عقار مملوك لكويتي، وفي مثلا مدينة طبنجة أكثر من 1500 عقار مملوك لكويتي. فاليوم عشرات الآلاف من الكويتيين ينتظرون فقط الاستقرار الأمني والاقتصادي حتى يعودون لهذه الشقق اللي شروها بهدف السياحة. فأتوقع أن نشوف ازدهار بالصيف هذا يعني يعوض عن الصيف الماضي الكساد اللي شفناه بالصيف اللي فات. نعم، المتخصص في شؤون العقار الأستاذ سليمان الجاسم، شكرا جزيلا لك.